أقصر خطبة في التاريخ للشيخ عبد القادر الجيلاني منذ 1000 عام. صعد المنبر وقال: لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع، وخير من من كسى الكعبة وألبسها البراقع، وخير من من قام لله راكع، وخير من من جاهد للكفر بسيف مهند قاطع، وخير من من صام الدهر والحر واقع، وإذا نزل الدقيق في بطن جائع له نور كنور الشمس ساطع، فيا بشرى لمن أطعم جائع. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني. دمتم بود ورمضان كريم.